من البر محافظة تعز لي 7 سنين. نروح من المخيم المشكافة الساعة 7 نروح الساعة 1 الظهر مشى المال لا قد حطر. كل ما نروح نحطب نعاون احنا الناس اصحاب المزارق والما ما نعطيت تحطبون هنا. جيت الساعة 1 وانت عادك تمشي الطريق لا عاد ما فيش وقت عاد تروح تطلب الله على بقالك. لما ما نلقاش حطاب نضطر نحن نقطع الدباب البلاستيكيت ونا اصبر بها غدا. كان المرفأ الكبير يجمع علينا حطب كثير وهذا الصغير يهب قايل الحطب حل مشاكلنا شويه.